تشهدون وتتبعون، فإن حركة الإصلاح الوطني برسم الحملة الاستفتائية أن الكثير من الأفكار التي يطرحها بعض الناس بعض الأطراف تريد أن تخوف الشعب الجزائري، يريدون أن يخوفوا الناخبين والناخبات من مضمون التعديل الدستوري، ويرمون بعض الشبهات وبعض النقاط اللي ماهيش موجودة أصلاً في محتوى هذا التعديل الدستوري. هذه التخويفات كلها مردودة على أصحابها. الدستور، التعديل الدستوري يحفظ الهوية الوطنية ويسعى من أجل الارتقاء بالمجتمع إلى دولة الحقوق والحريات والمؤسسات الشرعية المنتخبة.